نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد اللقامة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، بمناسبة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، يهنئكم ويبلغكم تحياته ويبارك لكم بهذا التكريم. التكريم هذا وجد وبعناية تامة، وتم اختياركم كدفعة ثانية في التكريم من خلال ترشيحكم من الألوية، وتعتبروا أنتم نخبة المقاومة الوطنية بعد زملائكم الدفعة الأولى. الشهادة هذه هي وسام تكريم من الأخ قائد المقاومة الوطنية، يجب أن تعملوها وسام على صدوركم. فشكرا للانضباط، شكرا لأخلاقكم العالية، شكرا لإقدامكم في المدارس، شكرا لاحترام زملائكم فيما بينكم بين، وشكرا لقاداتكم بشكل عام. وفقكم الله. ب26 ظهر بركانهم، نعم، وزفت بشاير نصر الله كل عاصمة، براكين من عيبان ثارت ومن نقوم بوجه الإمامة ثورة الشعب عارمة. على دربهم شعب اليمن يعلن القسم، وبهدافهم لن نقبل أي مساومة، وذي ما وفي بالعهد والهدنة التزم، قريبا على يدينا سيعلن تندمه. قسم ما يفيده دعم إيران ذي دعم، ولا ينفعه دقله وكذبة ملازمه. هنا شعب يا باغي، هنا شعب يا قزم، هنا شعب يا باغي، هنا شعب يا قزم، محال خرافتكم تقلل عزايمه. هنا قيال حمير كل صنديد لا هجم، في المعركة يدعس عدوه ويخزمه. هنا القايد المقوار والطارق الأشم، على درب سبتمبر يقود المقاومة. هذه الفعالية التي اختطها الأخ قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح كفعالية سنوية لتكريم المبرزين الأبطال الذين يروون بدمائهم هذه الأرض. المقاومة الوطنية على تكريمها لنا وتقديرها لجهودنا الذي بذلناها في الميدان. هذا التكريم يعطينا دافع معنوي وحافز قتالي عالي كي نستمر نحو الأفضل ونحو المستقبل، وإن شاء الله أن نكون عند حسن الظن. كمان نرفع للقيادة تهانينا بمناسبة عيد الثورة 26 سبتمبر، الثورة المجيدة التي قامت ضد الطغيان، ضد الكهنوت، ضد الإمامة والتخلف والرجعية، وإن شاء الله أن على الدرب سائرون. نشكر قائد المقاومة الوطنية طبعا على تكريمنا، على ما حصلنا عليه من امتياز وتكريم الأبطال المتواجدين في الساحل الغربي، حيث أن التكريم هذا طبعا سيزيدنا صمودا وثبات إن شاء الله بإذن الله. نشكر القائمين والمنظمين لهذا الحفل الكريم، وبمناسبة العيد 60 ثورة 26 سبتمبر، نرفع آيات التهاني والتبريكات للعميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، ونشكر قيادتنا الذي منحتنا الثقة بأن نكون المبرزين في المقاومة الوطنية. هذا سوف يزيدنا ثباتا ومعنوية للوقوف ضد الحوثي